السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادة اختبارات كهربية 2، المفروض ان التجربة بتاعتي بتتكلم على الكمبراتور والشميت تريجر. في التجربة دي المفروض ان انا في نهاية التجربة يعني اقدر ان انا اجيب علاقة ما بين الانبوت وما بين الاوتبوت وفورم بتاعة دايرة الكمبراتور او دايرة الشميت تريجر، واقدر ارسم الاوتبوت سيجنال اللي بتخرجها لي دايره الكمبراتور برضو او دايره الشميت تريجر. هنشرح الاول دايره الكمبراتور شكلها عامل ازاي وبتشتغل ازاي، دايره الشميت تريجر شكلها عامل ازاي وبتشتغل ازاي، وان شاء الله هبقى برضو انزل لكم العملي بتاعكم على برنامج الاوركاد. مبدئيا كده قبل ما اشرح دايره الكمبراتور او دايره الشميت تريجر نفسها، عايزين نشوف مراجعة سريعة على توصيلات الأوبآمب اللي احنا اشتغلنا بيها كانت عاملة ازاي. احنا عارفين ان احنا عندنا 3 انواع من التوصيل للأوبآمب. النوع الاول اللي بنسميه open loop أوبآمب او open loop gain، وعندي الموجب فيدباك والسالب فيدباك، او الفيدباك اللي على الرجل الموجبة الفيدباك اللي على الرجل السالبة. اول حاجه الاوبن لوب جين. الاوبن لوب جين بيبقى فيها شكل الاوب امب بالشكل ده، مفيش اي توصيله ما بين الاوتبوت وما بين اي رجل من رجول الانبوت. كنا بنقول لما كان بيبقى الاوب امب بالشكل ده اوبن لوب، عندي الجين بتاعه بيبقى بما لا نهايه، ايديالي بيبقى بما لا نهايه، والجين ده اللي هو في اوت على الفي انبوت. كنا بنقول ان الفي بلس بتساوي الفي ماينس، وبالتالي الفرق ما بينهم بيساوي صفر، وبالتالي لما نيجي نجيب في اوت على الفي انبوت، الفي انبوت اللي هي في بلس ناقص الفي ماينس هتديني في اوت على الصفر، هتديلي قيمه ما لا نهايه. بما ان الجيم بتاعي بما لا نهايه، فده معناه ان انا لو عندي انبوت بقيمه موجبه المفروض يخرج لي في الاوتبوت موجب برضو بس مضروب في قيمه الجين اللي هي بما لا نهايه، فالمفروض يطلع لي موجب ما لا نهايه. عندي برضو من ضمن خصائص الاوب امب ان انا الاوتبوت سيجنال بتاعتي لا تتعدى حدود الدي سي بايس اللي هي الفي سي سي وسالب الفي سي سي، يعني مفيش قيمه هتطلع لي اكبر من قيمه الفي سي سي ولا اقل من قيمه سالب الفي سي سي. وبالتالي لو انا عندي انبوت موجب هينضرب في جين كبير جدا، سواء كان بما لا نهايه او ما وصلش لما لا نهايه بس قيمه الجين عاليه جدا، وبالتالي المفروض يطلع لي قيمه اوتبوت فولتج عاليه جدا. هلاقي انها بمجرد ما بتوصل الاوتبوت فولتج للفي سي سي بعد كده ما بيطلعليش اشاره، فهلاقي الاشاره بتاعتي حصل لها كليبنج عند قيمه الفي سي سي. نفس الكلام لو كان الانبوت بتاعي بقيمه سالبه، الانبوت بتاعي بقيمه سالبه هينضرب برضو في جيم بما لا نهايه، المفروض ان هو يطلع لي سالب ما لا نهايه او قيمه فولت قليله جدا او كبيره كماجنتيود بس بالسالب. هلاقي بمجرد ما وصلت لسالب في سي سي الاشاره برضو هتتقطع وهيطلع لي اوتبوت بقيمه سالب الفي سي سي. طيب لو انا عندي بقى مدخله الانبوت ده ما هوش قيمه فولت دي سي مثلا سواء موجب او سالب، لو انا مدخله الانبوت بتاعي ساينوسويدال، لو انا مدخله ساين ويف مثلا، هلاقي ان انا الجزء الموجب المفروض ان هو ينضرب في جين ما لا نهايه ويطلع لي قيمه كبيره بالموجب هتتقطع عند الفي سي سي، الجزء السالب المفروض ان هو برضه هينضرب في جين بما لا نهايه هيطلع لي قيمه كماجنتيود كبيره بس بالسالب، ف هتتقطع عند سالب الفي سي سي، طبعا القيمه مش هتقل عن سالب الفي سي سي، وهكذا. طبعا الساين ويف عماله تتغير معايا ما بين الموجب والسالب، والاوتبوت برضو بيتغير معايا ما بين الموجب والسالب، بس الموجب والسالب بتاع الاوتبوت انا عارفه ومحدده قيمتهم اللي هو في سي سي وسالب في سي سي. مهما غيرت في قيمه الانبوت او البيك تو بيك بتاعه الانبوت مش هتفرق معايا، انا الجين كده كده بما لا نهايه، فاي قيمه انبوت حتى لو قيمه انبوت صغيره انضربت في الجين اللي هو ما لا نهايه المفروض انها تطلع لي بيك تو بيك كبير، وهلاقيه يتقطع عند في سي سي وعند سالب في سي سي. معنى كده ان الاوتبوت سيجنال بتاعتي دايما طالعه سكوير ويف فورم. برضو مش بس لو غيرت البيك تو بيك بتاعه الاشاره بتاعتي، لو غيرت نوع الاشاره نفسها، يعني مثلا لو حطيت اشاره سوتوس
الفكرة إنها بتتغير، عندي جزء موجب وجزء سالب، جزء موجب وجزء سالب باستمرار مع الزمن. فبالتالي الاوتبوت بتاعي ايا كانت قيمه السوتوس دي هينضرب في ما لا نهايه، المفروض طبعا يطلع ما لا نهايه وسالب ما لا نهايه، الكلام ده طبعا مش منطقي، هلاقيه يتقطع عند في سي سي وسالب في سي سي. بمعنى ان مهما غيرت الانبوت، سواء غيرت شكل الانبوت او غيرت البيك تو بيك بتاعه الانبوت، هلاقي ان الاوتبوت بتاعي طالع لي سكوير ويف فورم بقيمه في سي سي وسالب في سي سي. علشان كده قلنا ان الاوبن لوب جين ده او الشكل بتاع الاوبن لوب ممكن ان انا اقدر استخدمه واعمل بيه دوائر حاجه اسمها اوسيليتور، اوسيليتور او مالتي فايبريتور اللي هو مولد اشارات. يعني ايه برضو مولد اشارات؟ ان هو طلع لي اشاره جديده ما كانش لها وجود قبل كده معايا في الطبيعه. انا ممكن يكون المعمل بتاعي ما فيهوش الا ساين ويف مثلا، وعايزه اشاره السكوير دي، عايزه اولد اشاره سكوير، استخدم الاوبن لوب بحيث ان انا اعمل دايره اوسيليتور تطلع لي سكوير ويف. برضو الدايره دي هي اللي بنسميها دايره الكومباراتور، هنشوف انها بتشتغل ازاي. الدايره دي تشتغل كومباراتور، يبقى انا عندي الاوبن لوب جين او دايره الاوبن لوب جين هي دايره اوسيليتور او دايره الكومباراتور. عندي طريقه تانية لتوصيل الاوبام اللي هي البوزيتيف فيدباك، او نحط فيدباك ما بين الاوتبوت بتاع الاشاره بتاع الدايره وما بين الانبوت، بس اي انبوت فيهم الانبوت الموجب، الرجل الموجبه للاوبام. في حاله ان احنا حطينا فيدباك ما بين الاوتبوت وما بين الرجل الموجبه للاوبام، احنا عارفين ان الجين بتاعي بيفضل بما لا نهايه، الجين بتاعي ما بيتغيرش، او الفرق ما بين الفي بلس والفي ماينس، الفي بلس بتساوي الفي ماينس، فالفرق ما بينهم صفر، وبالتالي الجين بما لا نهايه. نفس الكلام بالنسبه للاوبن لوب، ان انا بمجرد ان الجين بتاعي بما لا نهايه، ايا كان نوع الانبوت اللي انا دخلته، ايا كان قيمه الانبوت اللي انا دخلته، الاوتبوت بتاعي يا اما هيطلع في سي سي يا اما هيطلع بسالب في سي سي، وبالتالي اقدر برضو ان انا اولد سكوير ويف فورم، او ان انا اعمل كومبير ما بين الانبوت وما بين الاوتبوت، ما بين الاثنين انبوت اللي عندي. بس الفرق ما بين البوزيتيف فيدباك والاوبن لوب جين ان انا باخد معايا فيدباك من الاوتبوت. فلما باجي اشتغل زي الكومباراتور، اجي اعمل كومبير لاشارتين، انا مش باخد بالاعتبار الرجل الموجبه والرجل السالبه بس، لا ده انا باخد بالاعتبار الفيدباك اللي راجع لي من الاوتبوت. الدايره اللي بتشتغل بالصوره دي بنسميها الشميت تريجر، او بنسميها الباي ستيبل مالتي فايبريتور. عندي طريقه التوصيل الثالثه اللي احنا خدناها التجربه اللي فاتت بالتفصيل، ان انا عندي النيجاتيف فيدباك. لو انا عندي الفيدباك ما بين الاوتبوت وما بين الرجل السالبه في الانبوت، في الحالة دي الجيم بتاعي ما كانش بما لا نهاية، الجيم بتاعي قل جدا عن قيمة الما لا نهاية أو عن قيمة الأوبن لوب جيم. وعندي نوعين من النيجاتيف فيدباك، عندي الانفيرتنج والنون انفيرتنج. أثبتنا الجيم بتاع الانفيرتنج بكام، وأثبتنا الجيم بتاع النون انفيرتنج بكام، واشتغلنا الدايرة بتاعتنا، وقلنا إن أنا بمجرد إن أنا قللت الجين عن قيمة الما لا نهاية، فانا هقدر ان انا ادخل ساين ويف واظبط الجيم بتاعي ان هو يكون في حدود اقل من الفي سي سي وسالب الفي سي سي. لما الجين يتضرب في الانبوت يكون الحدود بتاعتي حدود اقصى قيمه للانبوت مضروبه في الجين، او اقل قيمه للانبوت مضروبه في الجين، تكون ما عدتش الفي سي سي وسالب الفي سي سي. في الحاله دي اقدر اشغل الدايره بتاعتي انها دايره امبليفاير، ان انا عندي انبوت ساين ويف هيتضرب في جين بقيمه جين معينه، سواء قيمه جين الانفيرتنج او قيمه جين النون انفيرتنج، فالحدود بتاعتي بتاعت الاوتبوت ما عدتش الفي سي سي وسالب الفي سي سي، فلاقيها برضو تطلع لي ساين ويف بس مكبره، او البيك تو بيك بتاعها اكبر من البيك تو بيك بتاع الانبوت سيجنال، وبالتالي الدايره دي هنشغلها امبليفاير. يبقى الدايره دي مش هينفع نشغلها اوسيليتور، او مش هينفع نشغلها كومباراتور. طبعا الدايره دي اتكلمنا عنها بالتفصيل التجربه اللي فاتت. التجربه دي بقى بتتكلم عن الدايرتين دول او الصورتين دول، صوره الاوب امب وهي متوصله اوبن لوب، ازاي بستخدمها كومباراتور،
وصورة الأبقام باللي فيها فيدباك على الموجب ازاي برضو بعمل بيها اوسيليشن، او بسميها هو برضو نوع من انواع الكومباراتور بس بسميه الشميت تريجر. طبعا احنا دلوقتي ما عندناش مشكلة ان الأوبام بالصورة دي هيطلع لي سكوير ويف فورم، الأوبام بالصورة دي هيطلع لي سكوير ويف فورم. طيب ازاي اقدر استخدم بقى الأوبام ككومباراتور ان انا اقارن بيه اتنين انبوت مختلفين؟ عندي احنا عارفين برضو ان الجين بتاع الأوبام ايديالي بنقول ان هو ايديالي بما لا نهاية، او بنقول ان الفي بلس بتساوي الفي ماينس، وبالتالي الفي انبوت اللي هي الفي بلس ناقص الفي ماينس بتساوي صفر، وبالتالي الجين اللي هو الفي اوت على الفي انبوت اكني بقسم قيمه الفي اوت على الصفر، وبالتالي الجين بتاعي بما لا نهايه. الكلام ده ايديالي، براكتيكالي طبعا الكلام ده ما بيحصلش. انا الجين بتاعي كبير جدا لكن ما بيوصلش ما لا نهايه. ليه ما بيوصلش ما لا نهايه؟ لان الفي بلس والفي ماينس في الحقيقه هما مش قد بعض بالظبط، ممكن يكونوا بينهم اختلاف، ممكن يكون اختلاف صغير جدا، يعني ممكن الفرق ما بين الفي بلس والفي ماينس كقيمه فولت عندي مش هتاثر معايا او قيمه صغيره جدا، لكن لما تيجي تنضرب في جين كبير جدا هتطلع لي اوتبوت بقيمه كبيره جدا، وبالتالي هيتقطع برضو عند قيمة الـ VCC وسالب الـ VCC. فهلاقي عندي إن الـ V بلس والـ V ماينس بينهم اختلاف، الاختلاف ده إن الـ V بلس ناقص الـ V ماينس لا تساوي صفر، ولكن في النهاية قيمة الفرق صغيرة. بما إن قيمة الـ V input صغيرة، يعني الجين اللي هو V out على الـ V input هيبقى قيمته كبيرة، يبقى انا عندي براكتيكالي الجين بتاع الاوبن لوب جين او الجين بتاع الشميت تريجر كبيره جدا ما بتوصلش لما لا نهايه، لكن في النهايه عندي الانبوت بتاعي لما بينضرب في الجين الكبير ده بيبقى اكبر من قيمه الفي سي سي واكبر من قيمه سالب الفي سي سي، وبالتالي برضو الاوتبوت بتاعي هلاقيه مقطوع عند في سي سي او وسالب في سي سي، او هلاقي لو انا مدخله ساين ويف هيطلع لي سكوير ويف فورم. نشوف برضو الكلام ده بيحصل عندي ازاي بالتفصيل. لو انا مثلا عندي دايره كومباراتور اوبن لوب مفيش اي فيدباك ما بين الاوتبوت وما بين الانبوت، وعندي الفي بلس والفي ماينس، المفروض انها هتطلع لي يا اما في سي سي يا اما هتطلع لي سالب في سي سي. امتى بقى تطلع في سي سي وامتى تطلع سالب في سي سي؟ انا عندي لو انا مثلا الفي بلس اكبر من الفي ماينس، لو انا الانبوت اللي انا مدخلاه على الفي بلس اكبر من الفي ماينس، او لو انا مثلا حاطه الفي ماينس بجراوند ومدخله انبوت على الفي بلس بساين ويف وهو في الجزء الموجب. احنا عارفين ان في الحاله دي هتطلع لي في سي سي، بس الكلام ده بيحصل ازاي؟ انا عندي مثلا لو الفي بلس ب 2 فولت، لو انا مشغله دي سي كمثال والفي بلس مدخلاها ب 2 فولت، الفي ماينس مدخلاها ب 1 فولت، الفي انبوت اللي انا بتعامل معاها هتبقى عباره عن ايه؟ هي عباره عن الفي بلس ناقص الفي ماينس اللي هي 2 ناقص الواحد، فهلاقي ان الفي انبوت ب 1 فولت او الفي انبوت بقيمه موجبه. طيب بالنسبه للفي اوتبوت، الفي اوتبوت احنا عارفين ان هو الجين في الفي انبوت، والجين بتاعي كبير جدا ايا كان بقى وصل لقيمه ما لا نهايه او هو طبعا مش ايديالي ما وصلش لقيمه ما لا نهايه، المهم ان الجين بتاعي كبير جدا ضربته في قيمة input بواحد فولت مثلا، يبقى المفروض ان الاوتبوت بتاعي يطلع لي بما لا نهاية. طبعا الكلام ده مش هيحصل، وهلاقي ان الاوتبوت بمجرد ما بيوصل لقيمة ال VCC قيمة الاوتبوت هتتقطع عندي، وهيبقى الاوتبوت عبارة عن VCC. يبقى انا لما ال V بلس اكبر من ال V ماينس، ال V اوتبوت دايما ب VCC. حالة تانية بقى لو ال V بلس اصغر من ال V ماينس، نشوف ايه اللي هيحصل. لو ال V بلس مثلا بواحد فولت والفي ماينس هي اللي كانت باتنين فولت، دخلت قيمة الفولت على الفي ماينس أكبر من الفي بلس، الفي انبوت هي برضو الفرق ما بين الفي بلس وما بين الفي ماينس، فهلاقي إن الفي انبوت هي في بلس ناقص الفي ماينس اللي هي 1 ناقص 2، هتطلع لي سالب 1، معلش هي دي سالب 1 في دي سي.
المهم في النهايه طلع لي قيمه سالبه ايا كانت بقى القيمه اللي طالعه لي بكام. طيب الاوتبوت، الاوتبوت هو عباره عن الجين في الفي انبوت، الفي انبوت بسالب واحد انضرب في جين كبير جدا وليكن بما لا نهايه، يبقى المفروض ان هو يطلع لي سالب ما لا نهايه. طبعا الكلام ده مش هيحصل، بمجرد ما القيمه توصل لسالب الفي سي سي مش هتقل عن قيمه السالب الفي سي سي، وهلاقي ان الاوتبوت اتقطع عندي عند القيمه دي. يبقى في النهايه كده اللي انا عايزه اوصله ان انا لما الفي بلس اكبر من الفي ماينس، الفي اوتبوت بتكون بقيمه في سي سي، لما الفي بلس اصغر من الفي ماينس، الفي اوتبوت بتكون قيمتها سالب الفي سي سي. لو جينا رسمنا الفي اوتبوت مع الزمن، المفروض ان احنا مدخلين فولت هنا دي سي وهنا دي سي، يعني القيم دي ثابته للانبوت وهتبقى ثابته للاوتبوت برضو مع الزمن. في حاله ان الفي بلس اكبر من الفي ماينس، الفي اوتبوت بقيمه ثابته طول الوقت مطلع لي في سي سي. لما الفي ماينس اكبر من الفي بلس او الفي بلس اصغر من الفي ماينس، الاوتبوت بقيمه ثابته، مع لو هاجي ارسمه مع الزمن هيطلع لي خط كده مستقيم عند سالب الفي سي سي. لو حصل مثلا ودخلت الانبوت بتاعي بساين ويف، المفروض ان هو هيطلع سكوير، نشوف الكلام ده، هل الكلام ده هيحصل فعلا ولا مش هيحصل. لو انا مثلا مدخله الساين ويف بتاعتي عند الرجل الموجبه، والرجل السالبه مش موصلها بحاجه، انا مثلا موصلها بطاريه وليكن البطاريه دي في الاول بصفر، يعني موصله الرجل السالبه بالجراوند مش موصله الرجل السالبه بحاجه، وانا بقارن مين؟ بقارن الفي بلس والفي ماينس. فانا عندي لو الفي بلس مثلا ادي الساين ويف، ادي الجزء الموجب والجزء السالب. لو انا شغاله في الجزء الموجب يبقى الفي بلس اكبر من الصفر، الفي بلس اكبر من الصفر والفي ماينس اصلا بصفر، معنى كده ان الفي بلس اكبر من الفي ماينس، فالفي اوتبوت في الحاله دي هتطلع بايه؟ هتطلع بفي سي سي. طيب لو انا الجزء الثاني من الاشاره اللي هو الجزء السالب ده، الجزء السالب ده اللي هو الفي سورس بتاعتي اقل من الصفر، وبرضو عندي الفي ماينس قيمتها بصفر، يبقى معنى كده ان الفي سورس اقل من قيمه الفي ماينس. قلنا لما الفي ماينس هي اللي اكبر من الفي بلس، الاوتبوت بتاعي بيطلع بسالب في سي سي. يبقى انا عندي في الجزء ده الاوتبوت هيطلع بموجب في سي سي، في الجزء ده الاوتبوت هيطلع بسالب في سي سي. لو جينا نشوف الانبوت بتاعي اهو، الاوتبوت بتاعي هيبقى عباره عن سكوير ويف فورم، في الجزء ده هيطلع في سي سي، في الجزء ده هيطلع بسالب في سي سي، واللحظه اللي بيتقلب فيها الاوتبوت من في سي سي لسالب في سي سي او العكس من سالب في سي سي لفي سي سي هي نقطه لما الانبوت بيساوي صفر. طيب لو احنا عايزين نرسم علاقه ما بين الفي انبوت والفي اوتبوت، او الفي سورس بتاعتي والفي اوتبوت، هنحط الفي سورس مثلا على الافقي، الفي اوتبوت على الراسي. الفي اوتبوت يا اما بفي سي سي يا اما بسالب في سي سي، بس امتى؟ لما الانبوت بتزيد عن الصفر هتطلع لي اوتبوت في سي سي. عند قيمه الصفر الاوتبوت بيتقلب من في سي سي لسالب في سي سي، او من سالب في سي سي لفي سي سي. لما الانبوت بيقل عن الصفر اللي هو الجزء ده، اللي هو الجزء ده الانبوت بتاعي بيقل عن قيمه الصفر، هلاقي ان الاوتبوت بيطلع بسالب في سي سي. يبقى دي الكاركترستيك بتاعه الكومباراتور بتاعي، بيقول لي من الرسمه دي بس لوحدها اقدر اتوقع شكل الاوتبوت بتاع الاوب امب بتاعي شكله عامل ازاي. بيقول لي لما الانبوت يزيد عن الصفر الاوتبوت بفي سي سي، لما الانبوت بيقل عن الصفر الاوتبوت بسالب في سي سي. اللحظه اللي بنقلب بيها من في سي سي لسالب في سي سي، او بنرجع نقلب بيها من سالب في سي سي لفي سي سي، هي عند قيمه انبوت بتساوي صفر. يبقى انا الرسمه دي اللي بنسميها الكاركترستيك، رسمه الكاركترستيك بتاعه الاوب امب، لان الرسمه دي هي اللي بتحدد لي وظيفه الدايره بتاعتي هتبقى عامله ازاي. الصفر دي، قيمة الصفر دي بنسميها قيمة الثري شوت،
او القيمه اللي بيقلب عندها الاوتبوت بتاع الاوبام من الموجب للسالب او من السالب للموجب. عندي برضو اكزامبل تاني، لو انا غيرت قيمه البطاريه مثلا، لو انا البطاريه دي ما كانتش بصفر، لو البطاريه دي كانت بواحد فولت، لو انا حطيت على الفي ماينس بواحد فولت، ايه اللي يحصل عندي؟ يبقى انا عندي الفي ماينس او الفي ثري شود او الفي ماينس اللي انا بقارن بيها بقت بواحد فولت. يبقى انا امتى الاوتبوت بتاعي يقلب من في سي سي لسالب في سي سي او العكس؟ انا عندي بقارن الفي بلس، لما الفي بلس اكبر من الفي ماينس هيطلع لي في سي سي، لما الفي بلس اقل من الفي ماينس هيطلع لي سالب في سي سي. طب الفي ماينس بكام؟ قيمه الفي ماينس بواحد فولت. معنى كده لما الفي بلس اكبر من واحد فولت الاوتبوت هيطلع بفي سي سي، لما الفي بلس اقل من واحد فولت الاوتبوت هيطلع بسالب في سي سي. يبقى رسمه الكاركترستيك بتاعه الكومباراتور هتختلف. ايه اللي هيختلف فيها؟ انا عندي لما الفي سورس بموجب مطلع لي في سي سي، لما الفي سورس بالسالب مطلع لي سالب في سي سي. كل اللي هيفرق اللحظه اللي هيقلب فيها الاوب امب الاوتبوت بتاع الاوب امب من في سي سي لسالب في سي سي، اللي هي عند قيمه كام؟ عند قيمه في ماينس، اللي هي عند قيمه 1 فولت. طيب لو طبقنا الكلام ده الكاركترستيك دي على السيجنال بتاعتي، نشوف الانبوت سيجنال المفروض شكلها عامل ازاي والاوتبوت سيجنال المفروض شكلها عامل ازاي. احنا بنقول بمجرد ما بنعرف الكاركترستيك بتاعت الدايره نقدر نتوقع شكل الاوتبوت بتاع الدايره هيبقى عامل ازاي. فنيجي نشوف شكل الانبوت بتاعي، وليكن ان هو ساين ويف قيمتها بتزيد، وليكن 5 وسالب 5 مثلا، هي اكتر من قيمه الواحد اللي هي قيمه الفولت دي سي اللي محطوط على الرجل السالبه. بنقول له قيمه الواحد دي لو الانبوت اقل من الواحد، اهو الانبوت اقل من الواحد الاوتبوت بسالب في سي سي، الانبوت اكتر من واحد الاوتبوت بفي سي سي. طيب عند القيمه دي كده ادي واحد، بادئين من عند الصفر، يعني الانبوت كان ايه؟ كان اقل من قيمه الواحد، يعني الفي بلس اقل من قيمه الفي ماينس. معنى كده ان الاوتبوت في اللحظه دي مديني هنا اهو سالب في سي سي. اول ما بيوصل الاوتبوت الانبوت لقيمه الواحد الاوتبوت بيوصل لقيمه ايه؟ الصفر، او هي دي اللحظه اللي بيقلب فيها الاوتبوت من سالب في سي سي لموجب في سي سي. بعد كده المفروض ان الانبوت بيزيد عن قيمه الواحد، كل الاشاره دي كل الجزء ده من الاشاره عندي فيها الانبوت اكبر من قيمه الواحد او اكبر من قيمه الفولت اللي محطوط على الفي ماينس، وبالتالي في كل المدة دي من الإشارة الأوتبوت بتاعي مطلع لي في سي سي. طبعا الانبوت بيزيد وبعدين بيرجع يقل معايا تاني، لما الانبوت يقل تاني لو جه وصل لقيمة الواحد فولت تاني إيه اللي هيحصل؟ هي برضو اللحظة اللي بيقلب فيها من في سي سي لسالب في سي سي، يعني بيقلب من سالب لموجب أو من موجب لسالب، العكس عند كل هما الاتنين بيحصلوا عند نفس قيمة الانبوت بتاعتي. يبقى أنا برضو عند قيمة واحد فولت هي برضو اللحظة اللي هقلب بيها من في سي سي لسالب في سي سي. بعد كده بعد الواحد لما نوصل القيم دي هي لسه بالموجب مثلا لحد ما نوصل للصفر، أو القيم اللي بالسالب، أو بترجع الإشارة بقى بتاعتي برضو بتزيد تاني بس لسه بالسالب، بتزيد تاني بس لسه ما وصلتش للواحد فولت، كل الجزء ده عندي فيه قيمة الانبوت أقل من قيمة الواحد فولت اللي هي القيمة اللي محطوطة على الفي ماينس، وبالتالي الفي اوتبوت بتاعتي برضو هتدنها طول الوقت ده بسالب في سي سي. امتى برضو ترجع تقلب تاني لموجب في سي سي؟ عند لما الانبوت بتاعي يزيد يوصل للواحد، هي دي اللحظة اللي الإشارة فيها هتقلب. في الجزء ده لما الانبوت بقى أكبر من الواحد هلاقي إن الإشارة بتاعتي هتبقى بموجب في سي سي، وهتمشي بالشكل ده سكوير ويف فورم برضو. فرقت ايه عن شكل الإشارة التانية اللي كانت عندنا دي؟ هبص الاقي ان انا عندي هنا الجزء الموجب قد الجزء السالب في الزمن، لكن هنا ده انا الجزء الموجب بياخد الجزء ده بس من الإشارة، الجزء السالب بياخد دي ودي اللي هما في الجزئين، جزء هنا في الموجب وجزء هنا في الموجب ونص الإشارة السالب كامل. معنى كده ان الاوتبوت بتاعي الوقت اللي مطلع لي سالب في سي سي
اكبر من الوقت اللي مطلع لي موجب في سي سي. وبالتالي ان انا اقدر مش بس اقدر اولد اشاره سكوير ويف فورم، ده انا ممكن اتحكم في الديوتي سايكل بتاعتها، ممكن اغير البلس ويتس بتاعه الاشاره بتاعتي بسهوله جدا بمجرد ان انا اغير في الفولت التري شوت. عايزاكم برضو كده تمسكوا برضو الورقه والقلم كده وتشوفوا مثلا لو كان عندي الفي بلس هي اللي متوصله بالجراوند، الفي ماينس هي اللي متوصله بالسورس، ايه اللي هيحصل عندي لشكل الكاركترستيك دي؟ انا عندي الفي بلس، شفنا لما الفي بلس متوصله بساين والفي ماينس متوصله بالجراوند، نعكس الكلام ده ونشوف ايه اللي هيحصل لشكل الكاركترستيك. برضو لما الفي بلس تكون هي اللي متوصله ببطاريه، الفي ماينس متوصله بالسورس، ونشوف شكل الكاركترستيك ممكن يحصل له ايه. لو هو نفس التوصيله بتاعتي كده، انا عندي الفي بلس متوصله بساين ويف تمام، لو الفي ماينس بدل ما هي متوصله ببطاريه موجبه تكون مثلا الفي ماينس متوصله ببطاريه سالبه، ايه اللي هيحصل عندي في شكل الاوتبوت بتاعي او شكل الكاركترستيك بتاعه الدايره؟ لو فهمتوا الاثنين دول بسهوله جدا نقدر نحدد مع تغيير الانبوت على الرجول بتاعه الاوب ام الكاركترستيك هيحصل فيها ايه او شكل الاوتبوت سيجنال هيحصل فيها ايه. عندي اكزامبل تاني بيقول لي مثلا لو انا حطيت الفي 3 شوت دي ب 10 فولت وخليت الانبوت سيجنال زي ما هي، يعني انا برضو حاطه الانبوت سيجنال على الرجل الموجبه عادي ساينوسويد عادي والبيك تو بيك 5 وسالب 5 مفيش اي مشكله، بس جيت على البطاريه دي بدل ما كنت حطاها ب 1 فولت حطيتها مثلا ب 10 فولت، ايه اللي هيحصل عندي؟ انا خدوا بالكم اقصى قيمه هنا 5 اقصى قيمه سالب 5، لما اجي احط هنا 10 فولت بيقول لي في الحاله دي الفي 3 شوت اللي هي الفي ماينس ب 10، الفي سورس اقصى حاجه 5 وسالب 5، معنى كده ان الفي 3 شوت دايما اكبر من الفي سورس سواء كانت بالموجب او كانت بالسالب، انا في كلا الحالتين الفي 3 شوت اكبر من قيمه الفي سورس او الفي ماينس اكبر من قيمه الفي بلس مهما كانت قيمه الفي بلس، انا قيمه الفي بلس بتتغير معايا ايا كانت قيمتها، الفي ماينس دايما اكبر هنا من الفي بلس. معنى كده ان الفي انبوت اللي هي الفرق ما بين الرجل الموجبه والسالبه للاوب امب اللي هي في بلس ناقص في ماينس هتبقى قيمه سالبه، قيمه سالبه وهتنضرب في الجين بتاع الاوب امب اللي هو كبير جدا، ايا كان بقى قيمه الجين المفروض ان الاوتبوت بتاعي هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي بسالب في سي سي. لو جينا جبنا علاقه ما بين الفي سورس وما بين الفي اوتبوت، الفي سورس ب 1 فولت ب 2 فولت ب 5 فولت بصفر بسالب 1 بسالب 5 كل الكلام ده مش فارق معايا، الاوتبوت دايما بسالب في سي سي. يبقى انا الفي سورس مهما كانت قيمتها الفي اوتبوت بخط مستقيم كده في سي سي، او ان هي قيمه ثابته بقيمه سالب الفي سي سي. طيب لو جيت اشوف برضو قيمه الفي اوتبوت مع الزمن، انا عندي الانبوت ساينوسويدال بيتغير مع الزمن، هل الفي اوتبوت هتتغير مع الزمن؟ احنا بنقول ايا كانت قيمه الفي انبوت الفي اوتبوت بسالب في سي سي، وبالتالي في اي لحظه جيت اشوف الاوتبوت بتاع الدايره بتاعتي بكام هلاقيه برضو بسالب في سي سي. برضو لو كانت الفي مثلا 3 شوت بقيمه سالبه بسالب 10 مش بموجب 10، شكل الاوتبوت بتاعتي هتطلع عامله ازاي او شكل الكاركترستيك بتاعتي هتطلع عامله ازاي؟ المفروض ان احنا بمجرد ما بنعرف دي هنعرف الشكل الثاني لو انا غيرت الفي 3 شوت خليتها بدل ما هي الموجب موجب بقيمه كبيره يبقى امبليتيود كبير برضو بس بالسالب، الاوتبوت بتاعي شكله هيطلع عامل ازاي. بالنسبه بقى للتجربه نفسها اللي احنا هنعملها هنعمل ايه؟ ادي شكل الدايره بتاعتي، هحط ساين ويف على الرجل الموجبه، البيك بتاع الفي بيك بتاعتي بواحد ونص وواحد كيلو هرتز، الفي سي سي وسالب الفي سي سي 5 وسالب 5، وهنبدا نغير في قيمه البطاريه اللي محطوطه على الرجل السالبه.
احنا شفنا لما بنغير في قيمة البطارية اللي بيحصل عندي، وقيمة البطارية هنغيرها من صفر لتلاتة، ممكن نمشي بستب مثلا نص صفر نص واحد واحد ونص اتنين اتنين ونص تلاتة. عند كل قيمة من قيم البطارية دي نبدأ نشوف، عايزاكم تشوفوا شكل الاوتبوت هيبقى عامل ازاي، والعلاقة ما بين الفي اوتبوت وما بين الفي انبوت هتبقى عاملة ازاي. الحاجتين الاتنين دول عند كل قيمة من قيم البطارية، شكل الاوتبوت المفروض ان هو يطلع سكوير، بس مثلا الديوريشن بتاعتي ممكن تختلف باختلاف قيمة البطارية. هنشوف الكلام ده بيحصل فعلا ولا ما بيحصلش، هيطلع لي سكوير ويف فورم ولا لا، هتطلع بفي سي سي وسالب في سي سي ولا لا. نفس الكلام لو غيرت البطارية بالسالب، يعني برضو هغير من صفر لتلاتة ومن صفر لسالب تلاتة، قلنا لو غيرنا قيمة البطارية من موجب لسالب الكلام هيختلف. والكاركترستيك اللي هي العلاقة ما بين الفي اوتبوت والفي انبوت، احنا عارفين ان انا عندي لحظة بتقلب لي من الفي سي سي لسالب في سي سي او من سالب في سي سي لفي سي سي. طيب لو كانت البطارية موجبة او لو كانت البطارية سالبة او لو كانت البطارية بصفر، ايه اللي هيختلف عندي؟ عايزين نشوف الكلام ده عملي، وان شاء الله هنزل لكم فيديو تاني هعمل التجربة دي بالاوركاد، عشان لو الدراسة ما رجعتش ان شاء الله هيبقى الامتحان بتاعنا، لو هنرجع على الامتحان هيبقى معاكم التجارب كاملة، هعمل لكم كل التجارب مش بس التجربة دي، هنعمل كل التجارب ببرنامج الاوركاد، وانتوا طبعا معاكم برنامج الاوركاد في البيت، هيبقى الامتحان على طول على برنامج الاوركاد. هنتكلم بقى دلوقتي عن دايرة الشميت تريجر او الباي ستيبل مولتي فايبريتور. الاول كده ايه الفرق ما بينها وما بين دايرة الكمبراتور؟ اول حاجة انا عندي فيدباك ما بين الاوتبوت وما بين الرجل الموجبة للانبوت، بمجرد ما حطيت فيدباك كده الدايرة دي سميتها بي باي ستيبل، هي نفس دايرة الكمبراتور في كل حاجة، الفرق بس ان انا دايرة الفيدباك. طيب الدايرة بقى نفسها شغلها هيختلف ازاي عن دايرة الكمبراتور؟ في دايرة الكمبراتور انا كنت بقارن اتنين انبوت، الانبوت اللي داخل على الرجل السالبة والانبوت اللي داخل على الرجل الموجبة. في التجربة بتاعتكم او المثال بتاعكم كنا مخليين الرجل الانبوت اللي داخل على الرجل السالبة اللي هي الساين ويف اللي انا هستخدمها علشان اعمل بيها اولد بيها سكوير ويف فورم، وكنت بقارنها بجهد ثابت على الرجل الموجبة، سواء حطيت الرجل الموجبة دي جراوند يبقى انا بقارنها بقيمة الصفر، او حطيت فيها بطارية يبقى انا بقارن الانبوت بتاعي بقيمة البطارية الثابتة دي. وعلى حسب بقى قيمة البطارية دي، لو الانبوت زاد عن قيمة البطارية بيديني في سي سي، لو قل عن قيمة البطارية بيديني سالب في سي سي. والقيمة بتاعت البطارية اللي انا بحطها هنا ايا كانت هي قيمتها بكام كنا بنسميها الفي ثري شوت، وهي القيمة اللي لو وصل لها الانبوت بيقلب من في سي سي لسالب في سي سي او العكس. طيب بالنسبة بقى للباي ستيبل، لما حطيت الفيدباك ايه اللي اختلف عندي؟ انا برضو حاطة هنا على الرجل السالبة وليكن حاطة عليها الساين ويف او الانبوت اللي انا هستخدمه برضو اولد بيه سكوير ويف فورم هنا، ونفس الكلام انا بقارن الفي ماينس بالفي بلس علشان اعرف الاوتبوت بتاعي هيطلع بفي سي سي ولا هيطلع بسالب في سي سي. اللي هيختلف هنا ان قيمة الفي بلس بتاعتي اللي انا بقارن بيها الفي ماينس ما بقتش معتمدة فقط على قيمة البطارية اللي انا هحطها، سواء انا حاطه بطاريه او مش حاطه، يعني انا دلوقتي مش حاطه بطاريه يبقى انا الجهد هنا بصفر، لو حاطه قيمه بطاريه بواحد باتنين بتلاته فولت ايا كان، قيمه الفي بلس هل هتعتمد فقط على قيمه البطاريه اللي انا حطاها؟ دي بقت معتمده على قيمه البطاريه اللي انا ممكن احطها، وفي نفس الوقت انا واخده فيدباك من الاوتبوت، يعني جهد الاوتبوت مؤثر معايا على قيمه الفي بلس. يبقى انا كده قيمه الفي بلس هتعتمد على لو انا مدخله انبوت فعلا للرجل الموجبه، وفي نفس الوقت هتعتمد على الاوتبوت بتاعي كانت قيمته بكام. يبقى انا الفرق برضو التاني ما بين الكومباراتور والشميت تريجر ان انا ما بعتمدش في المقارنه بتاعتي على الاثنين انبوت بس، الفي ماينس والفي بلس، ده انا بعتمد على الانبوت الاثنين انبوت او الاثنين انبوت اللي انا مدخلاهم مثلا الساين ويف والبطاريه اللي انا حطاها، انا بعتمد على الاثنين انبوت اللي انا مدخلاهم وفي نفس الوقت بعتمد معاهم على الفي اوتبوت.
في النهايه بنقارن ال في ماينص بال في بلس. لو ال في ماينص اكبر من ال في بلس طبعا بيطلع لي سالب في سي سي، لو ال في بلس هي اللي اكبر من ال في ماينص بيطلع لي موجب ال في سي سي. طيب ال في بلس دي بقى اللي انا بقارن بيها الانبوت هنا هتبقى قيمتها بكام؟ لو هنيجي نشوف ازاي اجيب جهد النقطه دي، جهد النقطه دي هو الجهد على المقاومه مثلا، وليكن المقاومه ار واحد. التيار اللي داخل الاوب امب قلنا مقاومه الانبوت امبيدنس بتاعه الاوب امب كبيره جدا، والتيار اللي بيدخل الاوب امب بنفسه بصفر، فاكن الجزء ده معايا اوبن سيركت اكنه مش موجود. عندي الفي اوتبوت هو الجهد الكلي بالنسبه للمقاومه ار 2 وار 1، يبقى الفي اوتبوت يعتبر المصدر عندي، والفي بلس هو جهد جزء من الدايره. لو هنيجي نجيب قيمه الفي بلس بقوانين السيركت العاديه هنلاقي ان احنا نقدر نجيبها بالفولتج ديفايدر، وهلاقي ان الفي بلس هي عباره عن ار 1 على ار 1 زائد ار 2 في الفي اوتبوت، او قيمه ار 1 زائد على ار 1 زائد ار 2 دي ممكن نسميها مثلا ببيتا، هي في النهايه قيمه ثابته، المقاومتين ار 1 وار 2 ما بيتغيروش، فالنسبه دي ما بتتغيرش، فدي قيمه ثابته مش هتفرق معايا. يبقى انا عندي الفي بلس هي عباره عن البيتا في اوتبوت، والبيتا هنا عندي ار 1 وار 2 بيساووا بعض، فالبيتا هتبقى بنص، يبقى الفي بلس هتبقى عباره عن نص الفي اوتبوت. لحد دلوقتي ما عنديش مشكله. ما انا عندي جهد اهو بقارن بيه الانبوت بتاعي، الانبوت متغير وبقارنه بجهد مثلا هنا ثابت، لو الانبوت اكبر من الجهد ده مثلا يطلع لي سالب في سي سي، لو الانبوت اقل من الجهد ده بيطلع لي موجب في سي سي، لان الانبوت طبعا على رجل السالب. لا ده انا ظهرت عندي مشكله تانية، الفي اوتبوت نفسها ممكن تتغير ما بين قيمه الفي سي سي وسالب الفي سي سي، يبقى الفي اوتبوت هي قيمة متغيرة ما هيش قيمة ثابتة طول الوقت بنفس القيمة، وبالتالي الفي بلس هي كمان قيمة متغيرة. لما نيجي نشوف الفي بلس هي عبارة عن البيتا في اوتبوت، يا اما بيتا في سي سي يا اما سالب بيتا في سي سي، البيتا هنا مثلا اللي هي بنص، يبقى الفي بلس يا اما بفي سي سي على الاثنين يا اما بسالب في سي سي على الاثنين. يبقى انا اصبح في فترات معينة عندي قيمة في سي سي على الاثنين بقارن بيها الانبوت، في فترات تانية عندي قيمة سالب في سي سي على اتنين بقارن بيها الانبوت. أكيد ده طبعا هيأثر لي في الكاركترستيك بتاعة الدايرة، أكيد مش هتبقى نفس الكاركترستيك، أنا مبقاش عندي ثري شوت واحدة بس، مبقاش عندي لحظة واحدة بس بتقلب فيها الانبوت من الفي بلس، بيقلب فيها الاوتبوت من الفي بلس للفي ماينس أو العكس، لا ده أنا عندي اتنين ثري شوت. طيب الكاركترستيك بتاعتي هتبقى عامله ازاي؟ الكاركترستيك دي هنشوفها برضو بالتفصيل بالمعادلات، لكن الاول نشوف الرسمه كده هتبقى عامله ازاي. الانبوت عندي اللي هو على الرجل السالبه اللي هو عباره عن السورس اللي هو ساين ويف بتزيد وبتقل. طيب علاقه الانبوت بقى بالاوتبوت، الانبوت ساين ويف بتزيد وتقل، الاوتبوت يا اما في سي سي يا اما سالب في سي سي، بس امتى الاوتبوت يبقى في سي سي وامتى يبقى سالب في سي سي؟ وليكن مثلا نبدا بحاله انيشيال ان الاوتبوت بتاعي بفي سي سي، معنى كده ان الفي بلس بايه؟ معنى كده ان الفي بلس بتاعتي ببيتا في سي سي، يبقى انا عندي الفي اوتبوت بفي سي سي، الفي بلس بيتا في سي سي، الفي اوتبوت بسالب في سي سي، الفي بلس بسالب بيتا في سي سي. وانا بقارن الفي بلس بالفي ماينس، الفي ماينس اللي عليها الانبوت، وليكن بادئين من عند قيمه انبوت صغيره قوي، وبالتالي الفي ماينس اقل من الفي بلس، وبالتالي كلامي مظبوط ان الاوتبوت بتاعي يبقى في سي سي والفي بلس بسالب ببيتا في سي سي. يبقى انا دلوقتي وبادئه عند انبوت صغير، ايه اللي هيحصل؟ الانبوت مش هيدنه عند نفس القيمه، الانبوت عمال بيتغير عندي، طول ما الانبوت بيتغير الاوتبوت بيدنه ثابت بقيمه الفي سي سي ما بيتغيرش، وبالتالي الفي بلس بيتا في سي سي ما بتتغيرش. امتى الاوتبوت يتغير من في سي سي لسالب في سي سي؟ لو حصل ان قيمه الانبوت بتاعتي زادت عن قيمه الفي بلس، وبالتالي الفي ماينس زادت عن قيمه الفي بلس، وبالتالي يبقى الاوتبوت بتاعي هيتقلب من في سي سي لسالب في سي سي.
طيب امتى الانبوت يزيد عن قيمه الفي بلس؟ هي الفي بلس اصلا بكام؟ الفي بلس ببيتا في سي سي. يبقى الانبوت بتاعي لما يزيد يوصل لقيمه البيتا في سي سي، بقت الفي ماينس بتساوي الفي بلس، الفرق ما بينهم بيساوي صفر، وبالتالي الفي اوتبوت هي عباره عن الجين في الفي انبوت، وبالتالي الفي اوتبوت هينزل لقيمه الصفر. لو زاد الانبوت بتاعي، الانبوت بيتغير، لو زاد الانبوت بتاعي ولو حتى بقيمه مثلا 1 من 10، لو مثلا البيتا في سي سي دي ب5 وصل الانبوت ل5، يبقى الفي بلس عليها 5 والفي ماينس عليها 5، يبقى الفي اوتبوت بتساوي صفر بفرق، ويبقى الفي بلس برضو بتساوي صفر بفرق. زاد الانبوت بقى ايه اللي هيحصل عندي؟ بقت قيمه الجهد اللي داخل على الفي ماينس اكبر من قيمه الجهد اللي داخل على الفي بلس، لان الفي بلس اصلا نزلت في قيمه الصفر، وبالتالي الفي ماينس اكبر من الفي بلس، يبقى الفي اوتبوت هتديني سالب الفي سي سي. والنقطه دي اللي بنسميها الفي 3 شود هاي. يبقى الفي 3 شود هاي هي النقطه اللي هيقلب فيها الاوتبوت بتاعي من في سي سي لسالب في سي سي، وهي برضو النقطه اللي هيقلب فيها الفي بلس من قيمه البيتا في سي سي لقيمه سالب بيتا في سي سي. طيب وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ الانبوت هيدنه يزيد، هيدنه برضو الاوتبوت بتاعي بسالب في سي سي، لان هو بيزيد وهو على الرجل السالبه، فبالتالي الفي ماينس اكبر من الفي بلس، وهيدنه بسالب في سي سي. طيب هو مش هيدنه يزيد لما لا نهايه، الانبوت برضو عمال يتغير معايا، بيزيد وبيرجع تاني يقل. ايه اللي هيحصل بقى؟ الانبوت عمال بيقل، الاوتبوت بتاعي لسه زي ما هو سالب في سي سي، والفي بلس في الحاله دي بكام؟ بسالب بيتا في سي سي. هي القيمه دلوقتي اللي انا بقارن بيها الانبوت هي قيمه سالب البيتا في سي سي، وبالتالي الاوتبوت بتاعي مش هيقلب للفي سي سي الا لما الانبوت ده ينزل لقيمه سالب بيتا في سي سي، اللي هي نفس القيمه اللي موجوده على الفي بلس. لما الانبوت بتاعي ينزل لقيمه سالب البيتا في سي سي، والفي بلس في الحاله دي بسالب بيتا في سي سي، فهتبقى الفي بلس بتساوي الفي انبوت، او الفي بلس بتساوي الفي ماينس، الفرق ما بينهم هيبقى بصفر، وبالتالي الفي اوتبوت هتديني صفر. الانبوت بتاعي عمال بيقل والفي بلس بصفر، يبقى الحاجه اللي داخله على الرجل السالبه بتقل بقيمه بالسالب، والفي بلس مديني زيرو، يبقى الفي بلس اكبر من الفي ماينس، وبالتالي الفي اوتبوت في اللحظه دي هتقلب للفي سي سي، وبالتالي برضو الفي بلس هتقلب لبيتا في سي سي، وهتزيد مهما يقل الانبوت هيرجع يزيد تاني، وهنبدا نمشي اللوب الخارجي ده تاني. يبقى انا عندي الاثنين لوب بيكملوا بعض، الاوتبوت بفي سي سي بيدنه بفي سي سي لحد ما يوصل للفي 3 شود هاي، لحد ما الانبوت يوصل للفي 3 شود هاي، هيقلب الاوتبوت لسالب في سي سي. الانبوت بيزيد وبعدين بيرجع يقل، وكل ده الاوتبوت بسالب في سي سي ما بيتغيرش، لحد ما الانبوت يقل لقيمه سالب البيتا في سي سي، الاوتبوت هيقلب من سالب في سي سي لفي سي سي. وهيدنهم الاثنين لوب كده ماشيين مع بعض. يبقى انا عندي الفي 3 شود هاي بتقلب من في سي سي لسالب في سي سي، الفي 3 شود لو بتقلب من سالب في سي سي لفي سي سي. طيب نشوف الكلام ده بالورقه والقلم كده بالمعادلات، هل الكلام ده صح ولا لا عشان نفهمه اكتر؟ لو احنا مثلا مش فاهمين الكيرف ده، نشوف كده بالمعادله او بالارقام هتبقى عامله ازاي. وليكن على الدايره اللي انا مختاراها دي حاطه الفي سي سي ب 10 وسالب الفي سي سي ب 10، يبقى الاوتبوت يا اما 10 يا اما سالب 10. لما الاوتبوت يبقى ب 10 يبقى الفي بلس، انا عندي دي بنص، يبقى الفي بلس ب 5. لما الاوتبوت بسالب 10 يبقى الفي بلس بسالب 5. وليكن الانبوت بتاعي بيتغير من 15 لسالب 15. هناخد جزء من الانبوت، الجزء اللي هو فيه الانبوت كان في السالب وبيبدا يروح للموجب، وهناخد الجزء لما الانبوت في الموجب ويبدا يروح للسالب. هناخد الجزء ده لوحده ندرسه ونشوف الشكل الاوتبوت هيطلع عامل ازاي، والجزء ده لوحده ندرسه ونشوف الاوتبوت هيطلع عامل ازاي. بس لازم نحط نقطه انيشيال هنشتغل عليها. وليكن القيمه بتاعتي بادئين بسالب 15 مثلا، وليكن اول قيمه هنبدا بيها لما اكون مدخله انبوت بسالب 15،
معنى كده الانبوت بسالب 15 يبقى اللي داخل على الرجل السالبه قيمه كبيره جدا بالسالب، هي اصغر من السالب 5 واصغر من 5، يعني مهما تكون كنت الفي بلس في الحاله دي يبقى انا الجهد اللي داخل على الرجل السالبه اصغر من الجهد اللي داخل على الرجل الموجبه، وبالتالي ان الرجل الموجبه اكبر من الرجل السالبه يبقى الاوتبوت ب في سي سي، يبقى الفي بلس ببيتا في سي سي. يبقى اول نقطه النقطه الانيشال اللي هنبدا بيها ان انا عندي الانبوت بقيمه سالبه، الفي اوتبوت ب في سي سي، الفي بلس ب بيتا في سي سي، وهيبدا الانبوت يتغير يزيد يروح للموجب. نشوف شكل الاوتبوت في الحاله دي هيبقى عامل ازاي. المفروض يطلع لي ايه؟ المفروض يطلع لي الجزء ده من الكيرف، الانبوت بالسالب وبيزيد يروح للموجب، المفروض يطلع لي الجزء ده. هل الجزء ده اللي هيطلع لي فعلا ولا لا؟ هنشوف. يبقى انا بادئه انيشال الفي اوتبوت ب 10، الفي بلس ب 5، وقلنا الانبوت عرفنا ليه ان هي هنبدا بقيمه سالبه، وليكن هنبدا من سالب 15، من سالب 5، من سالب اي حاجه. المهم هنبدا بقى نعمل بالمعادلات، بنقارن الفي بلس بالفي انبوت او الفي بلس بالفي ماينس. لو الفي بلس ناقص الفي ماينس قيمه موجبه بيطلع لي الاوتبوت بالفي سي سي، لو الفي بلس ناقص الفي ماينس بقيمه سالبه بيطلع لي الاوتبوت بسالب في سي سي. الحته دي اول حاجه شرحناها خالص في التجربه قبل كمان ما نشرح الكومباراتور، في بلس ناقص في ماينس بموجب، يبقى الفي انبوت بموجب يبقى الاوتبوت بفي سي سي، في بلس ناقص في ماينس بسالب يبقى الفي انبوت بسالب يبقى الاوتبوت بسالب في سي سي، دي ما فيهاش كلام. طيب يبقى انا عندي الفي اوتبوت الفي بلس تمام، وهنبدا ندخل في انبوت، الفي انبوت وليكن بقيمه سالبه، سالب 15، سالب 10، سالب 5، كلهم في النهايه هيدوني نفس الناتج. انا بقارن مين؟ بقارن في بلس ناقص الفي ماينس او في بلس ناقص الفي انبوت. الفي بلس قلنا انها بخمسه، الفي انبوت يبقى ناقص الفي انبوت بقيمه سالبه، ممكن سالب 10 مثلا، في النهايه سالب في سالب هتطلع لي موجب، سالب 15 هتطلع لي موجب، سالب 5 هتطلع لي موجب، سالب 4 هتطلع لي موجب، سالب 3 هتطلع لي موجب. يبقى انا ايا كانت كنت الانبوت وانا جزء السالب اهو وبطلع قبل ما اوصل للصفر او قبل ما اوصل للجزء الموجب، انا عارفه ان مهما كانت كنت الانبوت الفرق ما بين الفي بلس والفي ماينس هتطلع لي موجبه، وبالتالي الفي اوتبوت هتطلع بقيمه موجبه او هتطلع بفي سي سي، وبالتالي الفي بلس هتطلع ببيتا في سي سي. الكلام ده طبعا ما فيهوش مشكله. طيب الانبوت بتاعي بدا يزيد وصل للصفر مثلا، هل الاوتبوت هيتغير ولا لا؟ نشوف. الفي انبوت بقت بصفر، الفي اوتبوت كانت بفي سي سي ويبقى كانت ب 10، والفي بلس كانت ببيتا في سي سي يعني كانت ب 5. يبقى لما نيجي نجيب في بلس ناقص الفي ماينس يبقى 5 ناقص الانبوت بتاعي اللي هو الصفر، 5 ناقص الصفر مدياني ايه؟ قيمة موجبة. يبقى انا لسه الاوتبوت بفي سي سي، يبقى انا اللي هو 10 لسه الفي بلس بيتا في سي سي، يبقى لسه الفي بلس ب 5، يبقى الفي بلس اللي انا بقارن بيها لحد دلوقتي ب 5. امتى بقى يبدا يتغير عندي الاوتبوت؟ لو انا زاد الانبوت بتاعي وصل ل 5 اللي هي نفس قيمة الفي بلس اللي انا بقارن بيها، لو الفي انبوت وصلت لقيمة 5 فهيبقى الـ V بلس ناقص الـ V ماينس هي 5 ناقص 5، يبقى الـ V أوتبوت هيوصل لإيه؟ يبقى الـ V أوتبوت بقى بصفر، معنى كده إن الـ V بلس هي نص الـ V أوتبوت، يبقى الـ V بلس هي برضو إيه؟ بصفر. طيب بعد كده أي لحظة، هي المفروض إن دي حاجة لحظية، لو الـ V إنبوت مثلا بـ 5.1 أو بـ 5.001 اللي هو مجرد لحظة واحدة بس بعد ما الفي انبوت وصلت للخمسه، ايه اللي هيحصل عندي؟ الفي انبوت زادت عن الخمسه او حتى هي لسه في الخمسه، بس انا الفي بلس نزلت لقيمه ايه؟ الصفر. يبقى الفي بلس ناقص الفي ماينس اللي هي قيمه الصفر ناقص الفي انبوت او الفي ماينس هتديني قيمه سالبه، هي دي اللحظه اللي هيقلب فيها الاوتبوت لقيمه سالبه، لان الفرق ما بين الفي بلس والفي ماينس قيمه سالبه، وبالتالي الاوتبوت هيبقى بسالب الفي سي سي او بسالب سالب ال 10، وبالتالي الفي بلس هتبقى بسالب البيتا في سي سي او بسالب 5. يبقى انا اللحظه اللي وصلنا فيها للفي 3 شود هاي هي اللحظه اللي قلب فيها الاوتبوت من في سي سي
لسالب في سي سي. طيب والانبوت بتاعي لسه بيزيد، ايه اللي هيحصل؟ مهما زاد الانبوت بقى بقيمه موجبه، يعني اكبر من 5.1 دي او وصل مثلا ل 10 ل 15 ل 20، انا عماله بزود في الانبوت مش فارق معايا بقى قيمه الانبوت اللي هتوصل لكام. مهما زودت في قيمه الانبوت، لو هاجي اجيب الفي بلس ناقص الفي ماينس، الفي بلس اللي هي كانت خلاص قلبت الاوتبوت قلب لسالب في سي سي، وبالتالي الفي بلس قلب لسالب بيتا في سي سي، يبقى الفي بلس بقت بسالب 5 تمام، ناقص قيمه موجبه ايا كان بقى القيمه الموجبه اللي وصلت لها الانبوت 5 10 15 20، في النهايه ناقص وناقص، في النهايه طالع لي القيمه سالبه. يبقى انا في النهايه برضو الفي بلس ناقص الفي ماينس بقيمه سالبه، يبقى الاوتبوت بسالب في سي سي او الفي بلس بسالب بيتا في سي سي مهما زاد الانبوت. يبقى انا كده عملت اول لوب، ادي الانبوت على الخط الافقي المحور الافقي، كان الانبوت بقيمه سالبه بادئين مثلا من سالب 15، كان الاوتبوت بفي سي سي، الانبوت عمال بيزيد، الاوتبوت لسه بفي سي سي، الانبوت وصل للصفر، الاوتبوت لسه بفي سي سي، اهو الانبوت وصل بالصفر، الاوتبوت لسه بفي سي سي، وهكذا. امتى الاوتبوت بتاعي قلب؟ لما الانبوت وصل لخمسة الاوتبوت وصل لصفر، لما الانبوت زاد عن الخمسة الاوتبوت وصل لسالب الفي سي سي. مهما زودت الانبوت بعد كده الاوتبوت لسه بسالب في سي سي. ده الجزء الاولاني من اللوب اللي بيحدد لي الكاركترستيك بتاعه الدايره بتاعتي او العلاقه ما بين الفي انبوت وما بين الفي اوتبوت، اللي خدنا فيها جزء الانبوت وهو بيمشي من السالب يروح للموجب. طب ما الانبوت برضو بعد ما وصل للموجب مش هيدنه يعلى كده الملا نهايه، هيرجع تاني يقل ويوصل لي برضو القيم صغيره او يوصل لي القيم سالبه. الجزء التاني بقى اللي فيها الانبوت من موجب لسالب، ايه اللي هيحصل فيه؟ بنفس الطريقه هناخد قيم انيشيال بالنسبه لي. انا عندي الانبوت، احنا عارفين اهو ان لما الانبوت كان بقيمه موجبه كبيره مهما زاد الاوتبوت بسالب في سي سي والفي بلس بسالب بيتا في سي سي. اخر قيمه هنا هناخدها هي القيمه الانيشيال عندي علشان نجيب اللوب الثانيه، ان الفي اوتبوت بسالب في سي سي يعني بسالب 10، الفي بلس بسالب بيتا في سي سي يعني بسالب 5، والفي انبوت وليكن هنبدا مثلا ب 15 ب 10 ب 5، المهم قيمه موجبه، ما هياش فارقه معايا بقى القيمه الموجبه دلوقتي. احنا قلنا مهما تكون قيمه الانبوت ما دام عدت قيمه الخمسه هنا هتدنها بسالب في سي سي، مهما بقى بزود في الانبوت ما بيفرقش معايا، برجع اقلل في الانبوت تاني انا لسه في الحدود دي ما بتفرقش معايا. وليكن هناخد مثلا من عند انبوت ب 10، انا بادئ هنا ب 5 بس عشان تبقوا مقتنعين اكتر، وليكن هنبدا بانبوت مثلا ب 10، يبقى الفي اوتبوت بسالب 10، الفي بلس بسالب 5، والفي سورس او الفي ماينس بقيمه 10 فولت موجبه. وانا بقارن مين؟ بقارن الفي بلس ناقص الفي ماينس، يبقى الفي بلس ناقص الفي السورس ناقص الانبوت بتاعي، لو طلع قيمه موجبه هيطلع لي في سي سي، لو طلع قيمه سالبه هيطلع لي سالب في سي سي. لو الانبوت مثلا ب 10 الفي بلس ناقص الفي ماينس، الفي بلس اصلا بكام؟ بسالب 5 ناقص الفي ماينس، يبقى ناقص الفي ماينس اللي هي الفي انبوت وليكن ب 10، يبقى ناقص 10، يبقى هيديني في الاخر سالب 15، يبقى هيديني قيمه سالبه. نزل للخمسه اللي هي القيمه اللي انا بادئه منها هنا، الفي بلس ناقص الفي ماينس، يبقى الفي بلس اللي هي بكام؟ بسالب 5 ناقص الفي ماينس ناقص الفي ماينس اللي هي بكام؟ قلنا ان احنا الانبوت بتاعي عمال بيزيد وبيقل، خلاص احنا بناخد من الموجب ويقل لحد ما يوصل للسالب، قل معايا ووصل لخمسة، يبقى الفي بلس سالب 5 ناقص الفي ماينس اللي هي بخمسة، يبقى ناقص وناقص، يبقى هيطلع عندي قيمه سالبه. يعني ايه قيمه سالبه؟ يعني الفي اوتبوت بسالب في سي سي، يعني الفي بلس بسالب بيتا في سي سي، يبقى انا الاوتبوت بتاعي ما اتغيرش لسه ولسه مديني قيمه سالبه. طيب الانبوت برضو عمال بيقل معايا، بفرض الانبوت ده ما بقاش موجب اصلا خالص، ده وصل كمان للصفر، ايه اللي هيحصل عندي؟ يبقى الفي انبوت وصلت للصفر، الفي بلس ناقص الفي ماينس، الفي بلس كانت هنا بسالب بيتا في سي سي يعني بسالب 5، يبقى الفي بلس اللي قبل اللي هي المرحله اللي قبل دي
كان الفي بلس بسالب 5 ناقص الفي انبوت يبقى ناقص 0، يبقى في النهاية هيديني برضو قيمة سالبة. يبقى أنا برضو لسه الأوتبوت بسالب في سي سي، لأن الأوتبوت بتاعي كان بسالب في سي سي والإنبوت عمال يزيد، الإنبوت عمال بيقل ولسه بسالب في سي سي، عدى على قيمة الفي ثري شوت هاي وما تأثرش خلاص، ما دام أنا في السالب في اللوب التانية ما بتأثرش في اللوب الأولانية، عديت على قيمة الخمسة وما تأثرش بديني سالب الفي سي سي، عدى على قيمة الصفر وما تأثرش واداني سالب الفي سي سي. تمام، بعد كده ايه اللي هيحصل عندي؟ امتى بقى هيبدا يتاثر؟ هو عمال بيديني قيم بالسالب، عمال يقل، وصل لصفر، وصل لسالب 1، سالب 2، سالب 3، كل ده عمال بيديني قيم بالسالب. امتى بقى هيبدا يتغير؟ لو في اللحظه اللي فيها الفي ماينس بتساوي الفي بلس، هي اللحظه اللي هيتغير فيها الاوتبوت، او هي اللحظه اللي هيديني الاوتبوت بصفر. طيب الفي بلس اللي هي بكام؟ بسالب 5. لو الانبوت بتاعي قل ووصل لسالب 5، هي دي اللحظه المؤثره عندي. يبقى الانبوت بتاعي هيوصل لسالب 5. لو جينا نشوف الفي بلس ناقص الفي ماينس، الفي بلس اصلا بسالب 5 او المرحله اللي قبل اللي دي بسالب 5 ناقص سالب 5، يبقى اكنها زائد 5، يبقى اداني في النهايه ايه؟ اداني 0. معنى كده ان الفي اوتبوت بصفر، معنى كده ان الفي بلس بصفر. يبقى انا هي دي اللحظه اللي هتقلب فيها بقى من سالب في سي سي لفي سي سي، لان الاوتبوت بتاعي وصل لصفر. لو الانبوت بتاعي قل عن السالب 5 ولو حتى بقيمه صغيره جدا، اللي هو تغير لحظي، الانبوت لو هو حتى لسه بسالب 5 بس الاوتبوت وصل لايه؟ لصفر. بمجرد، بمعنى اصح، بمجرد ان الاوتبوت بتاعي خلاص وصل لصفر، ايه اللي حصل عندي؟ بقى عندي الفي بلس بقت اقل من الفي ماينس. يبقى لو الفي ماينس مثلا بسالب 5.1، الفي بلس لو هي مثلا بسالب 5، او لو هنقول لو هي وصلت للصفر، خلاص ما هي وصلت للصفر ايا كان كده او كده مش فارقه، لو هي حتى وصلت للصفر، الفي اوت بتوصل للصفر ناقص سالب 5.1، يبقى انا في النهايه اداني ايه؟ قيمه موجبه. لو هو زي ما بنقول تغير لحظي، وهنشوف ان الفي بلس كانت بسالب 5 اصلا، سالب 5 ناقص سالب 5.1، يعني الفي انبوت قلت عن قيمه سالب 5 ولو حتى 0.1، يبقى انا في النهايه برضو مديني قيمه ايه؟ موجبه. يبقى انا بمجرد ما الانبوت قل عن قيمه الفي 3 شود لو، ايه اللي حصل عندي؟ الفي بلس ناقص الفي ماينس ادتني قيمه موجبه، وبالتالي الفي اوتبوت ادتني قيمه موجبه، يبقى الفي اوتبوت ادتني في سي سي، وبالتالي برضو الفي بلس ادتني قيمه موجبه اللي هي البيتا في سي سي. يبقى انا الاوتبوت بتاعي بقى خلاص قلب من سالب البيتا في سي سي للبيتا في سي سي، والانبوت برضو عمال بيقل. انا واخده الجزء ده لسه عمال بيقل، ما هو ممكن يكون الانبوت بتاعي البيك تو بيك بتاعتي، يعني البيك مثلا 15 وسالب 15، يبقى عمال بيقل عن السالب 5. ايه اللي هيحصل عندي لو الانبوت قل؟ مهما كان بقى الانبوت هيقل، لو وصل لسالب 5، سالب 10، سالب 20، ايا كان بقى، انا عندي اصلا قيمه الفي بلس بقيمه موجبه بموجب 5، يبقى انا بقارن الفي بلس اللي هي بموجب 5 ناقص سالب ايا كان السالب اللي هنا، يبقى برضو في النهايه هيديني ايه؟ موجب. يبقى في النهايه القيمه اللي هتطلع لي في الاخر قيمه موجبه، وبالتالي في النهايه الفي اوتبوت هتطلع بفي سي سي، والفي بلس هتطلع بسالب ببيتا في سي سي. معنى كده ان مهما قل الانبوت هيديني في سي سي او بيتا في سي سي للفي بلس. يبقى انا كده رسمت اللوب الثانيه من الكاركترستيك. طبعا اللوب الاولانيه اخر حاله فيها كانت هي الحاله الانيشال للوب الثانيه. لو هنبدا باللوب الثانيه، اخر حاله فيها ان انا عندي الاوتبوت بفي سي سي والانبوت بيقل وبعدين بيرجع يزيد ثاني، هي الحاله الانيشال بتاعه اللوب الاولانيه. هو ده الكلام اللي قلناه في الاول، ان هما الاثنين لوب بيكملوا بعض، ان بيمشي الاول الكاركترستيك باللوب الاولانيه دي وبعدين بيمشي باللوب الثانيه. الاوتبوت بفي سي سي والانبوت عمال بيزيد، لو الانبوت وصل لقيمه الفي 3 شود هاي، الاوتبوت هيقلب من في سي سي لسالب في سي سي، الانبوت برده بيرجع يزيد وبعدين بيرجع ثاني يقل، عندي ساين ويف بتزيد طبعا وبتقل، بيبدا الانبوت يقل، الاوتبوت بيدنه بسالب في سي سي لحد اللحظه اللي هيقل فيها الانبوت عن قيمه سالب البيتا في سي سي. في اللحظه دي
الاوتبوت هيقلب من سالب في سي سي لفي سي سي ويرجع تاني اللوب دي وهكذا. هيدا انه ماشي بالشكل ده. طيب في حاجه برضو الويدث بتاعي بتاع الاشاره ده اللي هو بكام؟ بيتا في سي سي من هنا وسالب بيتا في سي سي من هنا، يبقى الويدث بيتا في سي سي من هنا يبقى الويدث ده باتنين بيتا في سي سي، ما بيتغيرش مهما عملت. يعني حتى لو حطيت بطاريه الويدث ده نفسه مش هيتغير. هنشوف مثلا لما نحط بطاريه ايه اللي هيحصل عندي. عندي هنا في الدايره دي، هي دايره باي ستيبل برضو، عندي الفيدباك ما بين الاوتبوت وما بين الرجل الموجبه في الانبوت، يبقى كده تمام انا شغاله اوسيليتور او شغاله باي ستيبل، عندي انبوت على الرجل السالبه. وفي الرجل الموجبه بقى انا كنت في الدايره اللي فاتت حاطه ار 2 وبعدين ار 1 وار 1 متوصله بالجراوند. لا، لو حطينا جهد بقى بطاريه دي سي، معنى كده ان الفي بلس اللي هنا مش بس هتتاثر بقيمه الفي اوتبوت، هي كمان هتتاثر بقيمه الفي دي سي. يبقى انا قيمه الفي دي سي وقيمه الفي اوتبوت هما الاثنين مؤثرين في قيمه الفي بلس. الفي اوتبوت بتتغير في سي سي وسالب في سي سي، الفي دي سي طبعا ثابته قيمه ثابته. طب لما هنيجي نجيب الفي بلس هيبقى ايه اللي هيحصل عندي؟ هيطلع عندي حالتين برضو للفي بلس بناء على الفي اوتبوت لها حالتين. طب لما نيجي نجيب مثلا القانون العام اللي هيحكم لي قيمه الفي بلس دي هتبقى ازاي؟ عندي مصدر اساسي اهو ومصدر اساسي تاني، وانا بجيب الجهد مثلا على يا اما على الار 1 لو اعتبرت ان الفي اوت هي المصدر بتاعي، يا اما الار 2 لو اعتبرت ان الفي دي سي هي المصدر بتاعي. هعملها ازاي؟ بنظريه السوبر بوزيشن. بنظريه السوبر بوزيشن هخلي الفي دي سي جراوند، يبقى الفي بلس هو جهد المقاومه ار 1، طبعا التيار اللي داخل هنا بصفر يبقى اكن الرجل دي مش موجوده، وهيبقى الفي اوتبوت هو المصدر الكلي بتاع الدايره بتاعتي اللي هي مكونه من ار 1 وار 2 وبالفولتج ديفايدر، فهتبقى ار 1 على ار 1 زائد ار 2 في الفي اوتبوت ايا كانت بقى، هتبقى في سي سي او سالب في سي سي. طيب الجزء الثاني بقى من المعادله بنعمل ايه؟ نخلي المصدر اللي كنا بنشغلين عليه نخليه جراوند، يبقى نخلي الاوتبوت ده جراوند والفي دي سي ان هو موجود. يبقى انا عندي ده المصدر الكلي للار 1 والار 2، والار 2 نهايتها الجراوند، يبقى اكن الفي بلس هو الجهد اللي على المقاومه ار 2، وطبعا التيار اللي داخل هنا بصفر، يبقى انا دي هي عباره عن الدايره بتاعتي. يبقى انا برضو اقدر اجيبها بالفولتج ديفايدر، بس كل اللي هيختلف اللي هي قيمه البيتا. انا هنا اكني بجيب جهد اللي على المقاومه ار 2 مش اللي على المقاومه ار 1، لاني بجيبه من الناحيه الثانيه. فقيمة البيتا هتبقى ار 2 على ار 1 زائد ار 2 في الفي دي سي. يبقى انا عندي بيتا 1 تشوفوا بقى هتطلع قيمتها بكام لو المقاومتين قد بعض، دي هتطلع بنص ودي هتطلع بنص، طبعا الموضوع هيبقى سهل. يبقى بيتا 1 في الفي اوتبوت، والفي اوتبوت دي ممكن تبقى في سي سي او سالب في سي سي، زائد بيتا 2 في الفي دي سي، دي قيمه ثابته او دي سي شيفت بيحصل معايا. يبقى انا الفي بلس اللي انا بقارن بيها يا اما هتبقى ار 1 على ار 1 زائد ار 2 في الفي سي سي، يا اما ار 2 زائد ار 2 على ار 1 في الار 2 في دي سي، يا اما سالب ار 1 على ار 1 زائد ار 2 في سي سي زائد ار 2 على ار 1 زائد ار 2 في دي سي. هتشوفوا هنعوض بفي سي سي ونشوف القيمه دي بكام، نعوض بسالب الفي سي سي ونشوف القيمه دي بكام، ويبقى هما دول القيمتين الجداد اللي انا هتعامل معاهم. طيب شكل الكاركترستيك بقى، شكل الكاركترستيك احنا ممكن نتوقعه من غير ما نعمل اللوب بتاع الدايره. انا كان عندي بيتا في سي سي وسالب بيتا في سي سي، دي حصل لها دي سي شيفت بقيمه ثابته ودي حصل لها دي سي شيفت بقيمه ثابته. يبقى لو هنعملها هتبقى عامله ازاي؟ الفي 3 شود اتشفتت بقيمه نفس القيمة بالظبط، الـ V3 should high اتشفتت بقيمة نفس القيمة بالظبط اتشفتت بيها الـ V3 should low. أنا عندي القيمة دي والقيمة دي ثابتين ما بيتغيروش، اللي بيتغير الجزء ده اللي هو معها الـ VCC، فهلاقي إن شكل الكاركترستيك هتبقى بالشكل ده. عندي الـ V3 should high اللي هي البيتا 1 VCC زائد بيتا 2 VDC، والـ V3 should low اللي هي سالب البيتا 1 VCC
زائد البيتا 2 في دي سي. في النهايه الويدث بتاع الاشاره من هنا 2 بيتا في سي سي، ما بيتغيرش لانه نفس القيمه اللي اتشفتت بيها الفي ثريشولد هاي هي نفس القيمه اللي اتشفتت بيها الفي ثريشولد لو. ده شكل الكاركترستيك. بيفرق في ايه برضو؟ في الاوتبوت بتاعي، اللحظه اللي هيقلب فيها الاوتبوت من في سي سي لسالب في سي سي، واللحظه اللي هيقلب فيها الاوتبوت من سالب في سي سي لفي سي سي، وبالتالي ممكن تفرق لي في الديوريشن بتاع الاشاره مثلا، زي ما كنا بنتكلم في الجزء ده في الكومباراتور لما حطينا بطاريه. طيب لو كانت البطاريه دي بقيمه سالبه، يبقى هيبقى عندي هنا سالب وهنا برضو سالب، يبقى قيمه الفي 3 شوت هاي هتتشفت بالسالب وقيمه الفي 3 شوت لو برضو هتتشفت بالسالب، فكل الشكل اللوب ده هيبقى ثابت معايا بس شيفت بالسالب. الويدث ده هيبقى نفس القيمه ب 2 بيتا في سي سي، ده طبعا لو كانت البطاريه بالسالب. طيب التجربه بقى بتاعتنا هتبقى عباره عن ايه؟ انا عندي دايره البايس تيبل اهي، حاطه ار 1 وار 2 القيمتين مختلفين عشان برضو نشوف اختلاف الجين ما بين الفي دي سي وما بين الفي انبوت، معلش الفي اوتبوت اللي هي البيتا 1 والبيتا 2 هيبقوا هنا مختلفين، نشوف كده هيأثروا لي ايه في شكل الكاركترستيك بتاعتي. وحاطين بطاريه والانبوت بتاعي، الانبوت بتاعي ساين ويف، هبدا احط البطاريه بتاعتي من قيم 0 لحد قيمه 5 فولت، ببدا اغير في البطاريه. مطلوب منكم ايه؟ اول حاجه عايزين الكاركترستيك بتاعت الدايره، يعني العلاقه ما بين الفي اوتبوت وما بين الفي انبوت او الفي سورس اللي هنا دي، بس عايزه العلاقه دي عند قيم البطاريه المختلفه. زي ما قلنا مثلا لو البطاريه لو دي كانت بجراوند، هل فعلا هتديني بيتا في سي سي وسالب بيتا في سي سي زي ما احنا كنا عاملين، وهيبقى التغير ده حوالين نقطه الصفر اللي هي اللي هي الشكل ده. هل فعلا هتديني الشكل ده ولا لا؟ هل القيمه دي بيتا في سي سي؟ هل القيمه دي بسالب بيتا في سي سي؟ هل الاثنين دول الاثنين لوب دول هيبقى حوالين الصفر ولا الكلام ده مش هيحصل؟ دي اول حاجه اللي هي البطاريه بصفر، ونبدا نشوف الكاركترستيك. نبدا نغير في البطاريه، بنقول مع تغير قيمه البطاريه الكاركترستيك بيحصل لها شيفت. لو البطاريه موجبه يحصل لها شيفت في الموجب، الجزء الموجب هنا كده شيفت الناحيه اليمين يعني. لو البطاريه سالبه يحصل لها شيفت الناحيه الثانيه. هل الكلام ده هيحصل ولا لا؟ هنغير البطاريه لحد 5 مره بالموجب ومرة بالسالب، مجموعة قيم مختلفة كده، مش لازم هنجيب كل القيم يعني، ونشوف ايه اللي هيحصل لشكل الكاركترستيك. نفس الكلام عايزة ارسم الفي انبوت والفي اوتبوت مع في بالتايم دومين او مع الزمن، مع تغير الانبوت اللي بيحصل لشكل الويف فورم بتاعت الاوتبوت نفسها، السكوير ويف فورم دي عايزين نشوفها وهنشوف شكلها عامل ازاي. دي تاني حاجة. اخر حاجة بقى عايزاكم تقارنوا شكل الكاركترستيك او شكل الاوتبوت كمان بالمعادله بتاعتنا دي بتاعت الفي 3 شوت هاي والفي 3 شوت لو. هل فعلا الكلام بتاع المعادله ده اتطبق معايا في شكل الرسمه ولا لا؟ وطبعا الكلام ده برده كله هنعمله على الاوركيد. لو قدرنا ان شاء الله نعمل العملي ونصوره لكم، او لو لقينا تجربه عملي كويسه على النت ممكن برده ايه ننزلها ان انتوا تشوفوا شكل العملي. لو استمر الوضع على ما هو عليه مش هيبقى بقى الامتحان عملي، هيبقى الامتحان اوركيد. اخر حاجه بقى، احنا بنقول ان الاوتبوت بتاعي طالع سكوير، واحنا عمالين نقول ان الاوتبوت عمال من في سي سي لسالب في سي سي، من سالب في سي سي لفي سي سي. عايزين نشوف شكل الاوتبوت نفسه اللي هو بيقلب من في سي سي لسالب في سي سي، الكلام ده عايزين نشوفه. طيب هنيجي نشوف هنا بناء على الكاركترستيك نتوقع شكل الاوتبوت اللي طالع معايا عامل ازاي. انا الانبوت بتاعتي هي عباره عن ساين ويف بتزيد وبتقل، مع تغير الانبوت الاوتبوت بيقلب من في سي سي لسالب في سي سي والعكس. في الجزء بتاع اللوب دي وليكن احنا بادئين بجزء ايه قبل الفي 3 شوت هاي، بادئين من عند اللي هو الجزء السالب اللي هو لما كنا درسناها هي اللوب الاولانيه دي،
بادئين باللوب الاولانيه دي مثلا، وليكن دي القيمه الانيشال بتاعتي اللي كان فيها الانبوت صغير والاوتبوت بفي سي سي، يبقى انا قيمه الانيشال بتاعتي الاوتبوت بفي سي سي، يبقى الفي بلس برضو ببيتا في سي سي. كان ممكن برضو ما جاش في بالي ارسم لكم الفي بلس، الفي بلس هتبقى سكوير برضو زيها زي الاوتبوت بالظبط، بس البيك تو بيك بتاعتها بدل ما هي في سي سي وسالب في سي سي كانت هتبقى بيتا في سي سي وسالب بيتا في سي سي. المهم خلينا في الاوتبوت، الانيشال بتاعتي بي في سي سي والانبوت بادئ من الصفر وبيزيد معايا، الانبوت بادئ بالصفر وبيزيد معايا. امتى الاوتبوت يتغير؟ بيقول لي لما الانبوت يوصل لمقدار الخمسة الاوتبوت هيقلب من في سي سي لسالب في سي سي. طيب انا عندي الانبوت اهو عمال بيزيد، البيك بتاعته 15، بس قبل ما يوصل للبيك بمجرد ما وصل لقيمة الخمسة اللي حصل عندي، حصل عندي ان الاوتبوت بتاعي كان في سي سي قلب لسالب الفي سي سي. طيب امتى يرجع يقلب تاني؟ انا خلاص ما دام قلبت بسالب الفي سي سي يبقى انا شغاله على اللوب دي، اللوب الثانيه. طيب ايه اللي هيحصل؟ الانبوت بيزيد مهما يزيد، هو لسه بسالب في سي سي، يبقى الانبوت بيزيد معايا والاوتبوت لسه بسالب في سي سي. الانبوت بيرجع يقل تاني، اهو الانبوت بيرجع يقل تاني والاوتبوت لسه بسالب في سي سي. وصل الانبوت للصفر والاوتبوت بسالب في سي سي، وصل لقيم سالبه والاوتبوت بسالب في سي سي، الانبوت اهو وصل للصفر والاوتبوت زي ما هو عمال يمشي قيم سالبه والاوتبوت زي ما هو لسه بسالب في سي سي. امتى يتغير؟ لما نوصل لسالب خمسة، لما الانبوت بتاعي وصل لسالب خمسة ايه اللي حصل عندي؟ الاوتبوت هيقلب من في سي سي، من سالب في سي سي ويطلع للفي سي سي بالظبط اهو. لما الانبوت وصل لسالب خمسة عند اللحظه دي الاوتبوت كان بسالب في سي سي طلع وبقى بفي سي سي. بعد كده هنبدا بقى نشتغل على اللوب الثانيه اللي هي دي، الانبوت بتاعي بيقل مهما بيقل بالقيم السالبه الاوتبوت لسه بفي سي سي، بيرجع يزيد تاني الاوتبوت برده لسه بفي سي سي، اهو الانبوت بيرجع يزيد تاني الاوتبوت لسه بفي سي سي. لما الانبوت يزيد ويوصل لقيمه خمسة اللي هي قيمه البيتا في سي سي، الانبوت اهو وصل لقيمه الخمسة، هي دي اللحظه اللي هيقلب فيها الاوتبوت من في سي سي لسالب في سي سي. وهكذا نبدا بقى ماشيين اللوب دي، وبعدين اللوب دي بدل ما هي طالعه لي ساين ويف بالشكل ده هتبدا تطلع لي سكوير ويف فورم، يبقى انا كده عملت دايره اوسيليتور بتطلع لي سكوير ويف فورم.